بالنسبة لأخبار المحافظات، في الإسماعيلية تم تنفيذ 75% من الأعمال الإنشائية بمستشفى التل الكبير. أما في سوهاج فتم إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي في طهطة بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه. أما في البحر الأحمر فتم فتح باب القبول من المدارس الثانوية الفنية للتمريض، وفي أسوان تم تسليم الدفعة الأولى من صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتير. في الإسماعيلية أعلنت مديرية الصحة عن الانتهاء من تنفيذ 75% من الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير مستشفى التل الكبير المركزي، مع مراعاة تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع مستشفى أبو صوير والتواصل مع الشركة المنفذة وإنهاء ما تبقى من أعمال حسب الجدول الزمني للمشروع. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة والمستجدات السكنية بمدينة وساحل طهطة بمركز طهطة بقيمة 30 مليون جنيه، وبتشمل مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة والمستجدات السكنية ل 322 وصلة صرف صحي بأطوال 12 كيلومتر. في البحر الأحمر أعلنت مديرية الشؤون الصحية فتح باب القبول للطلاب بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024-2025، وبيتم التقديم إلكترونياً في موعد أقصاه 17 من شهر يوليو الجاري، وده عن طريق التقديم الإلكتروني. وجاء الحد الأدنى للتقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمدن البحر الأحمر كالتالي: رأس غارب 220 درجة، الغردقة 260، سفاجة 250، القصير 240، مرسى علم 230، والشلاتين 210. في أسوان قامت وزارة الأوقاف بتسليم الدفعة الأولى من صكوك الأضحية اللي بلغ وزنها 2 طن من اللحوم لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بشفافية كاملة في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع ومن منطلق تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية. في كفر الشيخ أعلنت مديرية التربية والتعليم بدء تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 للمرحلة الثانوية العامة والتعليم الفني بدءاً من الجمعة المقبل الموافق 5 يوليو الجاري حتى 31 يوليو 2024، وتم اعتماد تنسيق التعليم العام والتعليم الفني وجرى تحديد 254 درجة للتعليم الثانوي العام. أما التعليم الفني تم تحديد درجات القبول حسب نوعية التعليم: تجاري، زراعي، صناعي أو فندقي، وحسب المدارس.